مساء الخير ياسر، مساء واهلا النور. بكم مشاهدينا. تفاصيل الحصاد الذي ياتيكم عبر اول قناه اخباريه في الجزائر. والبدايه بملف الصحراء الغربيه المحتله، وامام حاله الهستيريا التي دخل فيها النظام الملكي المغربي المفلس على خلفيه انتكاساته المتتاليه في الساحه الدوليه. شكل الوضع الامني بالصحراء الغربيه المحتله محور قمه جزائريه صحراويه موسعه حضرها الوزير الاول عبد الملك سلال والفريق احمد جايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، ورمطان العمامرة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية وكبار المسؤولين. حيث أطلع الوزير الأول الصحراوي عبد القادر طالب عمار المسؤولين الجزائريين بالتطورات الخطيرة التي تعرفها القضية الصحراوية، مع توجه الرباط لاستبعاد الهيئة الأممية من متابعة ملف آخر قضية تصفية استعمار بالقارة السمراء. اللقاء السياسي والأمني رفيع المستوى بين الجزائر والجمهورية العربية الصحراوية جاء في أعقاب استمرار مسلسل الانتهاكات المغربية المتواصلة والدوس على الشرعية الدولية، كان آخرها طرد نظام المخزن بعثة المينوروسو في قرار كشف مرة أخرى حجم إفلاس نظام يقوده ملك مغربي متهور، وهو ما أثار حفيظة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والذي دعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه التعنت المغربي، والذي يواصل سياسة الهروب للأمام في خطوة لتثبيت احتلاله للأراضي الصحراوية. ويأتي الموقف الجزائري الرسمي كتأكيد على وقوف ومساندة ودعم الجزائر للشعب الصحراوي في حقه في تقرير مصيره. للتذكير، منعرج حاسم تمر به القضية الصحراوية في أعقاب تنصل المجتمع الدولي من مسؤولياته تجاه النظام المغربي، ناهيك عن ازدواجية خطاب بعض العواصم الكبرى في العالم. ولتفاصيل أوفى حول هذا الموضوع يلتحق بنا على المباشر الأستاذ بوجمعة صويلح، أستاذ القانون. مساء الخير سيدي. أهلاً أستاذة. بداية، اللقاء الاستثنائي الذي جمع كبار مسؤولي الجزائر وكذلك جبهة البوليزاريو لدراسة الوضع الأمني بالصحراء الغربية أقول، بداية تعليقكم على هذا اللقاء. هو يدخل في إطار تشاور الجزائر الصحراوي، ويسجل دائما الحضور الدائم للجزائر بتضامنها مع الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره، وأمام الوضع الأمني الخطير والخطوة الخطيرة اللي اتخذها المغرب قصد إبعاد هيئات الأمم المتحدة من الإقليم الصحراوي وتمديده للوضع القائم في الاحتلال بأسلوب المماطلة والتعنت أمام التنظيم الدولي. هذا يضر بالمنطقة ويمس بالسلم والأمن الدوليين في الرقعة المغاربية ككل والإقليمية، وبالتالي خطوات خطيرة تتطلب نوع من التشاور والتنسيق بين الأطراف الفاعلة في الموضوع. طيب سيدي، تصعيد مغربي خطير وجهود أممية لإيجاد أو للذهاب بالقضية إلى الحل ربما النهائي في هذا المنعطف الحاسم. كخبير في العلاقات الدولية والقانون الدولي،
كيف تتوقع أو إلى أين تسير الأمور بعد هذا الاجتماع؟ المغرب عطل الشق السياسي في القضية لتقرير المصير منذ مدة بالمماطلة والمراوغة، والآن هو يعطل التنظيم الأممي ككل في هذه القضية وفي حلول قضاء على كل الأشواط اللي خاصة بهيئة المنرسو في الوضع. وبالتالي الآن الوضع يتخطر، يتطلب نوع من التشاور ونوع من التنسيق باش أن أولا نرجع إلى غرس الوضع القائم على وضع الهيئات الأممية على أساس أن تكون بتتواجد بقوة وبكثافة أولا، وثانيا على أساس أن الجوانب الأمنية العسكرية لابد أن ينظر فيها بحيث ما تبقاش في يد واحدة يتلاعب بها الطرف المغربي المحتل بأساليب متعددة. هذا اللي يخلي الهيئة الدولية من خلال آخر قرار لمجلس الأمن على أساس أنها يدعو إلى أسلوب التهدئة وأسلوب المهادنة، لكن الوضع يتطلب أبعد من هذا في أساليب الحل بالأساليب لبون فوفيس لجان المساعي. طيب أستاذ أبو جمعة صويلح، كنت معنا على المباشر، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا بالتوفيق.